oh الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين سيما بقيه الله في الارضين الحجه ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين. ساعتان ووعدان تحقق الاول وما زلنا ننتظر الثاني متى يتحقق. الوعد الاول وعد السماء ببعثه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ ان الرسالات السماويه الانبياء كانوا قد اخبروا بنبي اخر الزمان فالكل كان يتطلع على الجزيره العربيه الكهان والرهبان وحتى المنجمون كانوا ينظرون الى النجوم الى السماء ينظرون الى العلائم متى الموعد لنبي اخر الزمان وكانوا ينظرون ويسالون كل من ياتي من الجزيره العربيه هل نبي اخر الزمان قد حان وقته ام لا يبحثون ويسالون ويدققون وهذا الحدث عند المسيحيين وعند اليهود كانوا قد تخوفوا من هذا الامر والبعض ينتظر ويترقب ماذا حدث العلائم كل من ياتي من الجزيره العربيه الى اي بلد من البلاد كانوا يذهبون القساوسه والرهبان والكهان ويسالون من هل ظهر مهدي اخر الزمان هل ظهر وخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم فالامر كان مهما نعم كانت هنالك مجموعه من الدلالات مجموعه من الارهاصات والعلامات بمجيء النبي صلى الله عليه واله وسلم اليوم نريد أن نتكلم عن الوعد الآخر للسماء عن الساعة الأخرى التي جاءت الروايات وأخبرتنا عنها متى سيأتي ذلك الوقت نحن اليوم لا ننظر إلى الحاضر وإنما نتطلع إلى المستقبل متى تأتي تلك اللحظة وماذا, وماذا سيكون مصير العالم البعض يقول كل من يقول ان هنالك احداث كونيه هنالك انتهاء العالم وحتى لو كان العلم الحديث حتى لو كان المنجمون وعلماء الارصاد اخبرونا ان هنالك حدثا كونيا سيحدث وارتطام بعض الكواكب سيؤدي الى نهايه العالم لا تصدقوا كل ما يقولون فما دام ان الامام لم يظهر لن يحدث هنالك ما يدمر العالم. اذا الوعد الذي تنتظره المسيحيه واليهوديه والبوذيه مختلف الاديان والطوائف تحت مسميات متعدده هو الوعد الالهي هي الحكومه الالهيه بالعدل حكومه العدل الالهيه التي العالم ينتظرها ونحن ننتظر ايضا تلك اللحظات وذلك الوقت وذلك الميعاد هذا الميعاد الالهي بظهور الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف نحن ننتظر بشغف وبلهفه ظهور الامام هنالك مجموعه من الارهاصات السؤال هل بدات ارهاصات الظهور الارهاصات ما يسمى عنه بعلامات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي يطلع على كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي قبل أكثر من مئة عام يقول العلامة المجلسي أن الكثير من العلامات قد تحققت ويدل على ظهور الإمام ولكن الإمام لم يظهر الروايات المختلفة هنالك روايات من عهد الإمام علي بن الحسين زين العابدين الأصحاب والناس يسألون يسالون متى يظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف متى يظهر متى تلك اللحظه تاتي حتى ياتي المنقذ يخلص الناس من الظلم من الجور من الفساد الفساد الذي انتشر في كل مكان الفساد الاخلاقي والاداري وكل هذا الظلم وهذا الجور وهذه السرقات وما يجري اليوم على الناس وجود الضعفاء المحرومين المستضعفين كل هذا يدل على ان هنالك الناس الكل ينتظر ونحن لنا الامل وما زال الامل باقيا ايها الناس سيظهر يظهر صاحبنا سيظهر الامام سياتي تل وستاتي تلك اللحظه وذلك اليوم وذلك النداء الالهي وذلك الوعد الرباني الذي وعدنا بظهور الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف اذا هذا الوعد الالهي الذي اخبرنا به رسول الله وامير المؤمنين واهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ويقول الامام زين العابدين المهدي منا اهل البيت هكذا الكل اخبرونا وهيئونا الامام علي الهادي يغيب من الناس حتى يهيئ المجتمع لغيبة الإمام الإمام الحسن العسكري أيضا يبدأ بالتهيئة لغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى الناس الذين كانوا يعيشون مع الأئمة بصورة دائمة يتعلمون على شيء اسمه اسمه غيبة الإمام لذلك كانت الغيبة الصغرى أربعة وسبعين سنة وكان فيها سفراء أربعة السفراء الأربعة بموت الرابع منهم انتهى عهد الغيبة الصغرى وبدأ عهد الغيبة الكبرى إذا هذه أيام وهذه اللحظات نحن نتشوق نتشوق بكل لهفة وبكل شوق نتوجه إلى بقية الله عجل الله تعالى فرجه وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء اليوم العالم الكل ينتظر هذا الإمام ينتظر هذا الموعود هنالك مجموعة من المفردات ساذكرها لكم مفردات ايمانيه تربويه تتعلق بالامام عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه مفردات بامكاننا نربطها بقضيه الامام المهدي وتحتاج الى تفصيل ولكن انا اذكرها فلاشات سريعه ومنشطات سريعه جدا ولكن تحتاج الى تاني اللي عنده قلم وورقه يكتب هذه المفردات ويتامل فيها راح ينظر ان هنالك قضيه الامام فيها مجموعه من الامور والحقائق والذي يتامل تاتي اليه الفيوضات الربانيه مو كل انسان الانسان اللي يجد نفسه قريبا ويريد ان يتقرب انا مو قريب من الامام اريد اتقرب من الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه اتقرب من الامام اعيش اجواء الامام روحانيه الامام الاجواء المعنويه اللي تخلي علاقتي قويه بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذه نقاط مهمه هذا واقع مهم اليوم احنا نحتاج انه لما نتكلم عن ارهاصات الظهور لما نتكلم عن الارهاصات وعن العلامات وما يجري حتى البعض يمكن احنا لا نلوم الكثيرين اللي كانوا يقولون سيظهر الإمام قريبا جدا قريب أكو علامات تدل على ظهور الإمام ولم يظهر الإمام لأن هذه العلامات ليس هم الكثير من قبلهم أيضا يعني اليوم لا نحكم على الناس مباشرة أكو ناس متفائلين جدا أن الإمام سيظهر خلال أيام خلال أسابيع خلال أشهر ولكن عندنا الروايات من أهل البيت والرواية بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله كذب الوقاتون احنا في قضيه الامام المهدي ما نقدر ان ننظر الى جانب التوقيت ان نضع وقتا معينا حتى لو كانت علامات كثيره حتى لو كانت هنالك براهين ودلالات وكل ذلك ولكن وجود العلامات المتقاربه لو ظهر يعني لو ظهر السفياني لو مثلا تحرك اليماني اليم... اليماني من وين من اليمن وليس من أي بلد آخر وبعض الناس اغتروا بعض الناس وقعوا في هذه الفتنة لعدم وجود الوعي والثقافة المهدوية والإيمان عند الناس ما عندهم قراءة لثقافة أهل البيت ما عندهم قراءة دينية تأريخية توعوية لذلك وقعوا في هذا الفخ واحد ادعى اليماني كلهم صاروا يصفقون له ويقولون هذا هو اليماني يا اخي اليماني من اليمن واليماني يظهر مع ظهور مع يعني في فتره قريبه مع السفياني وين السفياني الان؟ حتى الحسني البعض يقولون فلان هو الحسني يا اخوان تريثوا قليلا انتبهوا لدينكم لا تفسدوا دينكم لا تدمروا اخرتكم الامام المهدي وضوابط العلامات الظهور والعلامات الحتميه ليست ان هذا وذاك يدعي انتبهوا جيدا هذه الفتن الموجودة في آخر الزمان وأنا وصيتي الأولى إلى الشباب أحبة الشباب انتبهوا جيدا ليكن المشاعر والعواطف والأحاسيس تأخذكم يمينا وشمالا وواحد تكلم بكلمة أنتم الشباب تركضون وتلهفون وراءه أنا بعض الناس أنظر إليهم يسيرون خلف بعض الانتماءات غير الصحيحة الآن نحن وظيفتنا أن نتبع المرجعية الدينية المباركة لهؤلاء المراجع هم نواب الإمام في عصر الغيبة الكبرى ولكن انتبهوا جيدا أيها الشباب ليكن تأخذكم المآخذ والفئويات خلي يكون عندكم انتماء وقراءة صحيحة إلى الدين وإلى المذهب وإلى العقيدة الصحيحة إذن هنالك مجموعة من المفردات سأقرأ هذه المفردات حتى نكون قريبين من هذه الاجواء وقلت انه حاولوا تسجلوها هذا درس في الواقع هذا الدرس يحتاج الى مراجعه يحتاج الى بحث يحتاج الى تدوين انا اذكر بعض النقاط بصوره سريعه وانتم هذه فرصه هذه الايام عندكم فرصه انه تبحثون وتقرؤون وتتاملون وهذه النقاط توسعوها اكثر واكثر المفردات هي الانتظار هذا الانتظار بحد ذاته هو هذا موسوعة كبيرة الانتظار الاستعداد استعداد لمن؟ للإمام عجل الله تعالى فرجه التهيؤ التهيؤ للإمام الشوق كل للإمام الحب حب الإمام عجل الله تعالى فرجه الثبات هذه مفردة مهمة الإنسان الذي يثبت ويكون عنده ثبات لأن الزلزال الفكري والعقدي يتوجه إلينا جميعا نحتاج إلى ثبات في العقيده. الانسان يكون عنده ثبات لا يكون الاهواء والاغراءات والافكار الهدامه تؤثر علينا. الثبات والسداد واتمام الحجه. اللطف يعني الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف ضمن اللطف الالهي الى البشر. الله لطف بنا قاعده اللطف الالهي تشمل قضيه الامام عجل الله تعالى فرجه والدلاله. القيادة هنالك القيادة العظمى هي قيادة الإمام أرواحنا لتراب مقدمه الفداء الانشداد للإمام التلهف هذه من الأمور المهمة أن أكون متلهفا إلى الإمام هذا التلهف يمكن كثير يشعر علاقته مع الإمام علاقة عادية ما ذاك التلهف لازم نوجده لازم أصنعه لازم أكونه ولا تستعجلون مو بيوم ويومين وثلاثة يمكن نحتاج عشرة أيام وعشرين يوم وشهر لأن الإنسان كل هذا التاريخ ما عنده تلهف للإمام إلى أن أوجد هذا التلهف للإمام وهذا الانشداد للإمام صلوات الله وسلامه عليه لا شك يحتاج وقت ولكن مهم يعني أفكر أن أكون متلهفا شلون الإنسان عنده تلهف إلى شيء معين الإعداد هذا أيضا مفردة مهمة الإنسان الذي يعد نفسه للإمام الترقب يعني الآن نحن ناس يعني مثلا يذكر الإمام يدعو الإمام بس ما عنده ترقب لا قضية الإمام عجل الله تعالى فرجه يحتاج ترقب دائما تقوم الصبح من النوم تترقب ظهر الإمام صار الظهر صليت ظهر الإمام بالليل ها شنو الأخبار أكو أخبار تدل على بعض العلامات أكو إرهاصات لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا الترقب مهم يعني اليوم هذه المفردات وهذه الصفات التربوية الإيمانية اللي تتعلق بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف نلاحظ أن الكثير لم يلتفت إلى ذلك وما عنده هذا التوجه لذلك الترقب دائما أترقب بالإمام صلوات الله وسلامه عليه التشخيص كثير مهم هذا التشخيص لان الانسان اللي ما يشخص بصوره صحيحه يقع في الهاويه لمن يقولون ان فلان هو مثلا آه اليماني وما عنده تشخيص صحيح شلون اليوم الدكتور الدكتور اذا ما يشخص المرض هل بامكانه ان يكتب الدواء للمريض هل بامكانه ان يعالج المريض تشخيص الامام مهم انه الانسان لمن ينظر الى واحد ادعى شيئا انت عندك مجموعه من العلامات مجموعه من الكرامات يعني يقول هذا انا حجه الله، زين ما هو الدليل؟ لازم عندك كرامه، لازم عندك معجزه، لازم يكون عندك قدره مو يقول انه روح انت تشوفني في عالم الرؤيا، لا مو هذا الكلام، الكلام انه هذه فتنه، الكلام انه لو كان حجه الله يحتاج الى دليل، يحتاج الى برهان، فاذا التشخيص كلش مهم. والبشاره بشارب الإمام الإباء المعرفة معرفة الإمام من مات ولم يعرف إمام زمانه الكل يمكن حافظ هذه الرواية ولكن سؤال هل ذهبنا وراء هذه الرواية رحنا قرأنا عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يمكن اسوي مكتبة في الإمام المهدي ولكن ما أقرأها يمكن انا اليوم عندي بحوث جامع الف بحث في الإمام ولكن ما قارئ شنو الفائدة الفائدة هو الانسان اللي يثقف نفسه، من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه، يعني انت لو كنت ما كنت ولم تعرف الامام ورحلت انت انسان مت ميته جاهليه، وفي روايه اخرى مات يهوديا او نصرانيا، رسول الله صلى الله عليه واله في هذا الحديث الصحيح السند يريد ان يصل الى ماذا؟ هسه احنا لما ذكرنا صحيح السند حتى الروايات الروايات مثلا واحد يقول عندي كتاب في علامات الظهور، سؤال هذه الروايات في علامات الظهور هل هي صحيحه السند ام لا؟ يعني احنا كل واحد كتب كتاب في علامات الظهور وما ذاكر السند واحنا ما مطلعين على السند لان اي روايه هذا علم درايه الدرايه وعلم روايه الحديث وهذا علم تخصصي، علم الحديث علم تخصصي، اكو هنالك علماء وهنالك بحوث هناك معجم معا معاجم في في الرجال الحديث مو كل انسان يقدر يتكلم في هذا المجال وفي هذا الاطار لذلك انه لما نقول اكو علامه هكذا تقول سؤال العلامه وين من ذاكرها اكو روايه سؤال الروايه سندها صحيح يعني نتمكن نعتمد على الروايه ولا ما نتمكن فحذاري ان الانسان يقرا اي روايه ويصدقها اليوم عالم عالم العلم والمعرفه والاطلاع وهذه الابعاد مهمه جدا ان نطلع ويكون عندنا معرفه وعندنا ابعاد علميه معرفيه والا كل انسان الان كل واحد الان يقول مثلا انا عندي اطلاع على هذا الشيء، شنو الدليل على ذلك؟ اطلاعك على ماذا؟ فعلامات الظهور بالنسبه للامام جدا مهم يكون عندنا معرفه بسند الروايه، زين انا انسان عامي، انا انسان عادي، انا حتى طالب العلم ما عنده إلمام أكو ناس بالحوزة ومن العلماء والفقهاء متخصصين في هذا الجانب فأنا اللي ما عندي علم ما أقدر أجي أقول هذه رواية موجودة و بالمئة لا تستعجلون تريثوا هذا التريث في موضوع موضوع الإمام وعلامات الظهور وكل ما يتعلق بذلك شوفوا لذلك إحنا في قضية الأحكام الشرعية اليوم ما أقدر أن أقرأ رواية واستنبط الروا... الحكم الشرعي، القدرة على استنباط الاحكام الشرعية لمن؟ هذه وظيفة الفقيه العادل جامع الشرائط مرجع التقييد، المجتهد له القدرة على استنباط الحكم الشرعي. هذا المرجع لو قرأ الرواية ينظر إلى عدة روايات، لذلك هذا العلم علم الفقه وعندك الأصول وعندك المنطق وعندك القدره على الاستنباط، انا ما اقدر اليوم اشوف روايه في الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واجي احكم على هذه الروايه، يحتاج الى معرفه، فاذا المعرفه والسعي، السعي دائما اسعى ان ابحث عن عما يتعلق بالامام. والبصيره، الله البصيره هي عظيمه مهمه جدا جدا مهمه البصيره. ابو بصير كان مع الإمام الصادق سلام الله عليه دخلوا إلى بيت الله الحرام هذه رسالة أريد أتكلم عن الواقع اليوم أريد أربط رواية الإمام الصادق مع أبي بصير أربطها بواقعنا الاجتماعي اليوم يدخل يقول للإمام الصادق وين داخل؟ داخل إلى بيت الله الحرام يعني إلى الكعبة والناس يطوفون وأصوات الناس بذكر الله تبارك وتعالى فقال أبو بصير قال ما أكثر الحجيج رد عليه الإمام الصادق قال ما أكثر الضجيج الحجيج يعني كثرهم الحجاج ما شاء الله الإمام قال له لا هذول مو كلهم حجاج هذول الضجة هذه مو حجاج ضجيج ملتفت الإمام الشير يقول يعني هذا الجاي يطوف حول بيت الله الحرام ويدعو الله وهو محرم الإمام يقول هذا ليس بحاج هذا مو حج هذا مو حج هذا للضجيج يعني الصياح هذا كلمة عجيبة قال يا ابن رسول الله هذا بيت الله والناس يطوفون كيف أن هذا ضجيجا مو حجاج فمسح الإمام الإمام يعني أبو بصير ما كان إنسان عادي ما كان عادي أبو بصير أبو بصير من خلص أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه أنا وأنت فإذا ما هو حالنا احنا انا وانت ما حالنا ابو بصير نظر الى ظاهر الناس في الظاهر انخدع بظاهرهم نظر الى الظاهر الامام راد ينبهه فاذا ابو بصير ملازم للامام وما عنده هذه المعرفة وما عنده تلك الرؤية الصحيحة الامام ينبهه زين انا وانت ماذا اذا هذا ملاصق للامام وما عرف والامام عرفه انا وانت كم نحتاج من البصيرة كم نحتاج من المعرفة كم نحتاج من الدقة كم نحتاج من عدم التسرع ونحتاج إلى التريث هذا اللي نحتاجه اليوم فالإمام شاف هذا بعد الكلام هذا ما ينفع فقط فمسح الإمام على عينه على عين أبي بصير تدرون الإمام عنده ولاية تكوينية فصار ينظر إلى الناس على حقيقتهم فنظر إلى الكثير على أشكال حيوانات قال نعم يا ابن رسول الله ما يتحمل فمسح الامام على عينه رجع كما كان، قال قلت ما اكثر الضجيج وما اقل الحجيج. يعني هذه كلمه اذا نريد ندخل بتفاصيل واقعنا الان والكثيرين الذين يدعون الايمان الذين يدعون الالتزام الذي يدعون الدين وهم يعيشون الدين واطراف الدين هذا يسقطهم كلام الامام الصادق لابي بصير يسقط اولئك الناس الذين يدعون الدين والايمان شنو قالوا الناس باسم الدين؟ باقون الحراميه يعني هذا ما كان عنده دين لا ظاهره لا تشوف لحيته لا هذا صلاته لش هذا مو دليل الصلاه كل الناس يصلون اذا ظاهر الدين والالتزام مو دليل على ذلك مو دل على ذلك ولكن لما يسرق الناس ماذا يوم اللي يعتدي على الناس ماذا يوم اللي يفسق هذا ويكفر هذاك ويقضي على ذلك من أجل مصالح دنيوية هذا الإنسان هذا التمحيص الحقيقي فإذا هذا المعرفة والسعي والبصيرة التحمل أنت الآن في مرحلة تحتاج تحمل لازم نتحمل لازم نصبر ألا نحن في عصر نتألم نحن الآن في ألم نحن الآن في غربة الأعداء أحاطوا بنا المؤامرات حولنا كثيرة فلازم أتحمل التصميم الإنسان الذي يصمم على هذه العقيدة الصحيحة أنا أبقى على هذه العقيدة الصحيحة علاقة بالإمام الإرادة والإرادة هذه كلمة تهز الجبال الإنسان الذي يمتلك هذه القوة الهائلة يمتلك هذا العملاق الكبير الذي في واقعه والذي يسمى بالاراده العبره الحسم الانتصار هذه لانه وقتنا الان احنا قريبين من الفاصل لذلك راح اقراها بصوره سريعه العبره الموعظه الاصلاح التكامل البركه التوسل توسل للامام التوجه التوجه للامام الاستشفاع بالامام عجل الله تعالى فرجه الحسم يكون عندك موقف حاسم الانتصار، المدد، الذخيرة، الرغبة إلى الإمام، استقبال الإمام، نصرة الإمام، التعبئة، هذا مهم، تعبئة أعبئ شلون الإنسان المقاتل يجمع تعبئة يكون عنده عسكرية من الذخيرة والعتاد، أنت لازم يكون تعبئ إيمانك وعلمك وثقافتك ومعرفتك، تهيئ نفسك والتعبئة وأيضاً التجلي، الترابط، التمييز، التمحيص. التمحيص مهم، الله يمحصهم يغربلهم التمحيص، الغربله، الامتحان ولا مو كل واحد يصير من اصحاب الامام ومن انصار الامام، اذا ماكو هذه التمحيص والغربله والامتحان والصقل والتمهيد والت... والتفنيد، التصدي، المقاومه، الصبر، التحدي، الحضور، الغرام، الهيام الهيام بالامام، الايمان، اليقين، كثير مفردات عندنا احنا، كلها تدل على ارتباط انا وانت هذه المفردات تربطنا بالامام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، اذا لازم نحاول ان في هذه المرحله مرحله ظهور الفتن وفتن اخر الزمان، الانسان المؤمن يتحلى بالعلم وبالمعرفه وبالتدقيق وبالبصيره وبالقراءه الصحيحه الموضوعيه بالتريث وبالصبر وبالتحمل حتى الانسان يهيئ نفسه ان اكون جنديا مع الامام الجندي مو بس الشيء البندقيه الجندي تكون جنديا بعلمك بثقافتك الامام يحتاج دكتور الامام يحتاج مهندس الإنسان يح... الامام يحتاج بروفيسور الامام يحتاج الى كل هذه التخصصات حتى اذكر يمكن البعض يعتبرها للطرفه انه كان يتكلم مع بعض المقاولين في بعض المحافظات قال له انت يا اخي سوي شارع جيد هذا الشارع انت اشتغله بالطريقه انه هذا اذا ظهر الامام يكون مسوي شيء متقن يعني اليوم انت تسوي مستشفى انت تتوقع ان الامام سيظهر ولا نعلم متى يظهر الامام اليوم اكون اعمل كل اعمالي انا في عصر الغيبه إنتظر الإمام عجل الله تعالى فرجه فأتقن العمل كل أعمالنا لازم تكون متقنة فنحن ننتظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه الانتظار ليس يعني القعود والجلوس والابتعاد عن المسؤولية إنما المبادرة والقيام بالمسؤولية بكل أبعادها بعد الفاصل سنكمل الحديث إن شاء الله يا رب الله شجونك هذي لا بد ما تزول بيوم تعلم مع الصبر يا قلبي يا مزموم شجونك هذي لا بد ما تزول بيوم تعلم مع الصبر يا قلبي يا مزموم همك كبير اتذكر القيوم صيح الله اكبر ربك لبي وإذا همك كبير اتذكر القيوم صيح الله اكبر ربك لبي صيح الله اكبر ربك لبي وسمي كان حمال الأساب دربي، راضي بالقضاء يا قلبي سمّيني وسمي كان حمال الأساب دربي، وسمي كان حمال الأساب دربي. نحن بانتظار ساعة الصفر. بانتظار الساعه الثانيه بانتظار الوعد الالهي في ظهور الامام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه متى تتحقق تلك اللحظه وكل العالم ينتظر تحقق تلك اللحظه وذلك الوعد الالهي باقامه الحكم العدل الالهي الى الامه الى المجتمع نحن في هذه اللحظات وبدايه وبعد الفاصل نستمع واياكم الى عميد كليه التربيه الاساسيه في جامعه في جامعه بابل الدكتور محمد شاكر الربيعي، دكتور محمد شاكر الربيعي شخصيه متالقه وشخصيه متميزه، واوجد تحولا كبيرا على مستوى جامعه بابل، وبالخصوص في جامعه كليه وفي كليه التربيه الاساسيه في جامعه بابل. أوجد تحولاً كبيراً، الذي يذهب إلى كليته وينظر إلى الجانب العلمي والمعرفي والثقافي والشخصية الفذة المتألقة. يمكن اليوم كل ما نتكلم عن الشيخ عن الدكتور محمد الربيعي يمكن يكون كلامنا أقل من الواقع والحقيقة ولكن هو موجود الآن معنا على الهواء مباشرة نرحب بالدكتور محمد شاكر الربيعي معنا. السلام عليكم مرحبا بكم سماحة الشيخ قد لا أستحق منكم هذا الإطراء الله يبارك ولكني خادم لبلدي ومذهبي الله يبارك فيك الله يبارك فيك أكيد يستحق بلدنا ويستحق ديننا أن نقف عنده خدام بدل الله يسلمك دكتور في أن نقدم الخدمة العلمية. عزيزي دكتور محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يشرفنا اليوم وجودك معنا دكتور محمد و الطلبة كثيرين لما سمعوا اليوم وجودك معنا في البرنامج قالوا الدكتور محمد هو شخصية ذهب بس أنا أقول لهم أغلى من الذهب وفعلا شخصية وطنية ورائعة وراقية وهذا دكتور محمد يا ريت يكون بلدنا مثل هالوجود الطيب حتى يكون عندنا متفائلين نكون متفائلين بمستقبل وطننا وشبابنا وطلبتنا وهذا الجهد الكبير اللي تبذله من اجل بناء شباب واعين مثقفين اكاديميين لمصلحه هذا البلد. الدكتور لكم المساحه تفضلوا نستمع الى مداخلتكم. الله يحفظكم ويسلمكم سماحه الشيخ شكرا لكم ولمشاهديكم ولقناتكم الناطقه باسم الامام المهدي سلام الله عليه سلام. وعجل الله فرجه ونحن في مرحله الانتظار هذا الانتظار كما تعلمون يحتاج منا ان نهيئ له ان نهيئ لدوله الامام وانتم تحدثتم سماحتكم عن العمل في الجامعه وعن العمل الذي يجب ان نكون مثالا وعلى المسلم وعلى الشيعي وعلى المنتظر ان يفعله. في الحقيقه هذه الامور من شانها ان تيسر سبيلا لمجتمع ناهض مجتمع اسلامي متميز يتمثل بالاعراف والتقاليد الاسلاميه الصرحاء والامام المهدي هو قضيتنا وهو في فكرنا ليس الامام المهدي في فكر التشيع فقط ولا في الفكر الاسلامي فقط ايضا كل الديانات وكل الافكار ال التي جاءت من اجل الاصلاح تحدثت عن المنتظر قد لا يسمى باسمه لدينا في الشيعه ولكن ما قبل الاسلام قيل ان هنالك منتظر هذا الشيء يستدعي ان نكون على قدر المسؤوليه في الانتظار ان نبني صحيحا البلد يمر الان في تاريخي لا بد لكل شريف ولا بد لكل وطني لا اتحدث مع المتدين فقط بل اتحدث مع العاقل الذي يريد ان يبني بلدا تعلمون انتم وقد كثيرا الى بلدان عنده ورايتم ان هنالك بلدان لا تدين بدين الاسلام لكن اخلاقهم اخلاق الاسلام. تحدثنا مع علماء من ديانات من ديانات شتى وكان لنا حوار مع علماء الديانه البوذيه. البوذيه تعاليمها قريبه من التعاليم الاسلاميه اذا قراها الشباب. هذه المساله استدعت ان نقف عند حدود الوطن، ان نبني بناء صحيحا. انا بودي ان اتحدث مع سماحتكم من الافكار المنحرفه عند الشباب ما زلت قد ذكرت من الجامعه اذا سمحت بس نحب ان اتحدث عن هذه الافكار الو نعم دكتور اسمعكم تفضلوا نعم اتحدث عن الافكار المنحرفه في في المجتمع نعم وما زلنا في دوله الانتظار هنالك افكار منحرفه علينا ان نقف ضدها في الحقيقه انتم تعلمون ان الشباب الان لا يستطيع ان يجد فرصه للعمل ولا يستطيع ان يجد وجوده الحقيقي في المجتمع. فالفراغ هذا والفراغ الفكري قد اوجد ارضا خصبه لدخول افكار منحرفه. اذا على المؤسسات الدينيه وعلى المؤسسات التعليميه وعلى المؤسسات الفكريه ان توعي الشباب ماذا عليهم ان يفعلوا بازاء هذه الافكار المنحرفه. الدين الاسلامي هو اسهل الاديان وهنالك انا لا اؤمن بنظريه المؤامره ولكن بالفعل هنالك شيء اسمه مؤامره على الدين الاسلامي لتقويضه وتشويه سمعته ووجدت كيف ان الساسه في العالم والمؤسسات العالميه قد اوجدت مؤسسات اسلاميه في بعض الدول العربيه فاشله هذه المؤسسات الإسلامية الفاشلة التي وصلت إلى الحكم قد أوحت إلى الجاهل بأن الفشل هو في الدين وليس الفشل هو في التطبيق لأن الصحيح هو الفشل في التطبيق لذلك فإن طرح المؤسسة الدينية في السياسة الفاشلة كما وجدنا في مصر وكيف فعلوا وكما وجدنا في العراق لا اقصد الاحزاب الاسلاميه بل اقصد الاحزاب اقصد الفكر الداعشي الذي هو يدعي انه فكر اسلامي قد قدموا مقوله رائعه نحن نؤمن بها وهي مقوله الله اكبر في الغرب باتوا يفهمون ان الشاب او او اي انسان عندما يصرخ في مكان فيه ناس بعباره الله اكبر سوف يعقدها قتل وتنكيل واشلاء وتحطيم. كلمه الله اكبر كلمه عظيمه. نعم. تنطبق للجمال، تنطبق للرؤيه الواسعه للكون، تنطبق على الاعجاب، تنطبق على اشياء كثيره ما تنطبق مع الارهاب. لذلك على الشباب الواعي وخصوصا الشباب الجامعي المثقف او سواه قد لا يكون الشاب بالضروره ان يكمل دراسته الجامعيه. لكن يجب عليه ان يعرف حقيقه ما يدور في الساحه اليوم عليه ان يعرف ان الاسلام دين صلح وان الامام المهدي صلى الله عليه سيقيم دوله العدل اليوم المهدي عندما يظهر عدل الله فرجه هو الذي سيقيم دوله العدل وسيحارب هذه الأشكال المتطرفه فماذا على المنتظر ان يفعل؟ عليه هو ايضا ان يهيئ الساحه من من الغريب جدا ان تظهر افكار في في ايضا من شانها ان ان تقول انك اذا اردت ان تعجل بظهور الانسان عليك ان تهيئ الاسباب بظهوره ومن اسباب ظهوره هو في الارض. مع الاسف. وكلكم تتذكرون الاحداث في منطقه الزرقة في النجف. اي نعم. وهذه نعم. وهذه الفئه التي ظهرت. صحيح. وحقيقه انا التقيت بالاخوه الامنيين. يعطوا بعض الاطراف المنغمقه التي تصور حياتهم وتصور افكارهم وكيف كانوا يوهمون الناس باشياء غريبه جدا يعني مثلا احد الاشخاص وهو على اساس انه امامهم يصلي بهم جماعه وهنالك شخص قد لبس شيء يمثل النخله وهو من البلاستيك فإذا فعندما يجد هذا الشخص تسجد النخله امامه فيكبرون هؤلاء الشباب، الله اكبر سجدت مع الامام. نعم. ثم اكتشفوا ان هذه النخله من البلاستيك ويلبسها شخص. نعم. علينا حقائف ان ندرك حقائق ان هنالك بالفعل من يريد ان يتامر على ديننا. دكتور محمد، دكتور محمد، يعني الان جنابك عميد كليه التربيه الاساسيه في جامعه بابل وتكلمت عن نقطه مهمه جدا ان الفراغ الموجود عند الشباب اليوم يعني شاب يدرس 16 سنه ويتعب ويتاذى ويتالم وبعد 16 سنه يجد ان هنالك فراغا كبيرا وماكو واحد يستوعبه وماكو واحد يعطي مجال للعمل ولا للتوظيف. يعني دكتور اليوم احنا في هذه المرحله حتى اكو حاله سلبيه صارت يعني حتى الناس قضيه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واحنا يهمنا انه شبابنا هذه النقطه اللي جنابكم دكتور اشرتم الها كلش نقطه مهمه شلون نقدر ذول شبابنا نحتويهم هذا عامل الاحباط يعني نرجع لهم الامل التفاؤل اه الطموح المستقبل ونربطهم انه بالامل بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يعني بالتاكيد سماحتكم تعرف ان من اكثر اسباب المعيشه في هو هي توفير سبل العيش. نعم. وسماحتكم تعرفين الحديث المشهور عن احد الصحابه كان اذ قال عجبت لامرئ او ما معناه لا يجد له أن كيف لا يخرج من السماء شاعرا نعم صحيح. وهذه المشكله اننا نعانيها الان ان ابنائنا تخرجوا في كليات وثلاث اربع سنين هندسه كهرباء وهندسه مدنيه وسواها دراسه واربع سنوات من البرد والحر وسواها يتخرج وقد تزوج زميلته واخته وهي جامعيه ايضا ولا يجدون لقمه عيش يذهبون منهم من من يسوق الكف ومنهم من يشتغل عامل في نفسه في مطعم في في بغداد و جمعت عيني وعانقت هذا الشاب الذي قدم لي الطعام نعم وقال لي دكتور انا خريج هذه الكليه التي انت عميدها قلت له وما تفعل؟ انا اشتغل عام صحيح هذا مؤلم جدا هذه المساله نحن هذه المساله يجب ان تتبناها مؤسسات الدوله وفي الحقيقه وانا دائما اقول هذه هذه المقوله نحن لا نحتاج النفط ولا نحتاج يعني ما موجود في باطن الارض ونفخ... هو فنبيعه فنصرف منه، لا نحتاج الارض فقط، وهناك دول كبيره جدا لا تمتلك موارد طبيعيه، وهي الان دول متقدمه، اعطني ارضا اعطيك شعبا. لا نحتاج ابدا، لا. لأ. هذا الاستثمار الفكره الرائعه للاستثمار وبلدنا من فتره الاستثمار ما لو ان باب الاستثمار فتح دون ما تدخل ودون ما مشاركه في المستثمر سيكون بلدنا افضل دكتور شلون, يدخلون؟ دكتور شلون ما يتدخلون؟ دكتور شلون ما يتدخلون؟ يعني اذا الناس أكل الانسان الفاسد والفاسدين منتشرين في مجتمعنا وهذول هم ما يخلون انه واحد مستثمر بدون ما يتدخلون لذلك تشوف شبابنا باقين ضايعين بهذا الضياع تلقاهم بالقهاوي وانا كثير شباب متخرجين من جامعه بغداد يشتغل خباز مع احترامي للخباز يعني بس انت طالب صحيح. 16 سنه تعبان على نفسك ومتخرج الان تروح يعني هذه ماساه كبيره اليوم شبابنا يمرون بها. هو هذا اللي اقوله انا قلت <applause> ان سبب الضياع هو عدم وجود لقمه العيش. نعم. هذا الشاب اذا وجد لقمه عيشه تعرف اننا يعني إذا غريزه معينه غريزه الحب الحياه. هذا الشاب اذا احب فتاه اراد ان يرتبط بها على قوه الله ورسوله. صحيح. هل هذا هو الحكم؟ ليس هذه هذه المساله بسيطه باتت في كل نعم. العالم. صحيح. ان الانسان بدنا بيت. هذا الامر اصبح معظم لدى الشعب العراقي وهو جعل هنالك فراغا سمح للاخرين بادخال الافكار المتطرفه الى الشعب انا اقول شيء سمح واخشاه كثيرا لقد قد الدوله والمؤسسه الدينيه مع الاحترام الشديد للمؤسسه الدينيه لا. هنالك شيء يضرب المجتمع الان تدور في اوساط الشباب وانا قريب منهم. نعم صحيح. واتابع واتابع ما, ما ينشرونه في مواقع التواصل الاجتماعي. واقولها بصراحه وجدت بعض الشباب عندي من طلابي الاعضاء قد تبنوا هذه الفكره. نعم مع الاسف. وعملت معهم في ان لهم بعض الاشياء ما استطعت الى ذلك سبيلا. وحاولت ان جزاك الله خير اسمعهم الى الحقيقه التي اقتنعوا بها ولكني وجدتهم قد اعترفوا السبب الذي دعاهم الى تبني هذه الافكار هو الضياع نعم هذا الضياع المبطئ الذي جعل هنالك ضبابيه في مستقبلهم نعم ضبابيه وضياع نعم فعلا فعلا هذه الطبقيه كما حفظ هذه الطبقيه المقيته ما ممكن انا شاب مثلا اتقمص حقيقة شاب مع اني أه أه شاب عمره عمر الورد 20 سنه او اكثر بكثير لا يجد قوت يومه ينزل الى الشارع ويجد شاب اخر قد ركب سياره مقدارها كما يقال 100000 دولار او 80000 دولار نعم نعم وفي يده وفي يده خاتم من الذهب ويتبجح بمفتاح السيارة ومعه تلك الشابة الجميلة التي تجلس إلى جواره وهو يتذكر حبيبته التي يحمل بأن يتزوجها نعم ماذا تتوقع من هذا الشاب من الحال؟ تأكيد يتبنى فكرة معينة صحيح فضلا عن الحوادث الداخلية له لذلك يعني كلنا في دولة, دولة الانتظار يجب أن نهيئ الأمر انتظار كل هذا عوال دكتور محمد, محمد. يعني احنا في فعلا في التهيؤ لدولة الانتظار للإمام المهدي لابد كل هذه العوائق كل هذه الإشكاليات اللي تفضلت فيها أنه بعض الشباب وصلوا للإلحاد هذه نقطة كلش مهمة البعض أنه يعرف شنو أسباب وصول الشباب إلى الإلحاد هي قضية الضياع اللي عندهم آه، انعدام الرؤية المستقبلية اللي عندهم الفراغ الكبير وماكو احتواء لهم المؤسسة الدينية خلينا نكون صريحين وخلينا نضع النقاط على الحروف المؤسسة الدينية فعلا اليوم لازم تفكر تفكير جدي تعقد تعقد المؤتمرات والندوات والدراسة مركزة على أنه كيف نمكن كيف يمكن احتواء هؤلاء الشباب وبالنتيجة أن نهيئ هؤلاء الشباب إلى معيشة أفضل وإلى واقع أفضل ومستقبل أفضل لهذا الوطن إن شاء الله دكتور محمد شاكر الربيعي عميد كلية التربية الإنسانية الأساسية في جامعة بابل دكتور محمد احنا نشكرك جدا أخذنا من وقتك مساء هذه الليلة ونورتنا بوجودك معنا في هذا البرنامج المهدوي وإحنا نفتخر بيك وبأمثالك من علماء ومن عمداء وفعلا علماء أيضا وأساتذة ودكاترة في الجامعات اللي عندهم هذا الوعي هذا التوجيه هذا الترشيد وهذا التعامل وهذا التواضع اللي عندك اللي تتواصل مع طلبتك وهؤلاء اللي خرجتهم واحنا نتمنى لك دكتور محمد كل التوفيق والخير والسعاده ان شاء الله. اذا عندكم كلمه اخيره. حبيبي دكتور. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا البلد امنا الله اهله ان شاء الله من كل ما رزق عباده الصالحين ولكم ايها الاحبه ولسماحتكم اخي الله اخر صديقا ونقماتكم عزيزي انك تبشر الامام المهدي ان شاء الله في ان شاء الله ورمضان حي إن, ان شاء الله يعود عليكم وعلى عوائلكم جميعا شكرا دكتور شكراً اهلا وسهلا دكتور الله يبارك فيكم يعطيكم العافيه الله يحفظكم فاذا كلام الدكتور محمد شاكر الربيعي عميد كليه التربيه الاساسيه في جامعه بابل واضح ويتألم واضح من الواقع اللي وصلوا إلى الشباب وهذا ألمنا أيضا إحنا نشترك مع في الافكار وفي الرؤى انه هذا الشاب يحتاج الى احتواء فعلا يعني لما يفقد الامل وعنده ياس شلون يقدر يفكر بالمستقبل لذلك انا اقول لكل الشباب الامل هو الامام المهدي خلي يكون عندك ارتباط وثيق بالامام المهدي خلي يكون عندك تفاعل مع الامام لا تفقد الامل ايها الشاب عندنا منقذ عندنا مخلص عندنا الامل هو الامام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه بعض الاسئله اللي وصلت لنا الان تجينا الاتصالات، انا راح اجاوب على بعض الاسئله اللي وصلتنا على الواتساب الاخ رضا بلحص من جنوب لبنان يقول ظهور صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه مرهون بواقع محدد في مجتمعنا فما هو هذا الواقع وهل هو السلام ام الخراب ويقصد به الحرب. يعني بالنتيجه ظهور الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف هل يرتبط بوقوع حرب يعني لازم تكون هنالك حرب موجوده حتى يظهر الامام هل هنالك دمار يحل بالامه بعد ذلك يظهر الامام او لا هي حاله السلام اللي الان موجوده نحن لما ننظر الى كل الروايات لا نعلم الروايات غير الحتميه قد تدل ان هنالك دمارا وخرابا وحربا كبيره وكثير من الروايات ولكنها بما انها غير حتميه لذلك لن اتكلم عنها ولم ابحث فيها وانما اركز على الروايات الحتميه نحن في هذا الموضوع بالذات الامر بيد الله تبارك وتعالى يعني هل هنالك بعد سلام ايام سلام ايام دمار العلم عند الله تبارك وتعالى ولكن الذي نعلم ان هنالك ساعه الصفر التي يظهر بها الامام صلوات الله وسلامه عليه السؤال الاخر الاخرض بلحص من جنوب لبنان وكيف اكون من المنتظرين لظهوره عجل الله تعالى فرجه ضامنا ان اكون تحت لوائه عجل الله تعالى فرجه الشريف، سؤال جميل ورائع ولكن اقول انني اذا اردت ان اكون من المنتظرين لظهور الامام كيف اكون منتظرا لظهور الامام باعمالي بسلوكي بقناعاتي اليوم لازم اعمل عمل يرضي الله تبارك وتعالى واي عمل لا يرضي الله لا يرضي الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه يقول الامام الصادق كلنا صنايع الله والخلق صنايعنا وما شئنا شاء الله وما شاء الله شئنا ولا نشاء الا ما يشاء الله يعني اهل البيت عليهم السلام ارتباطهم وثيق بالله تبارك وتعالى كل ما يعملون اهل البيت انما هو باذن وباراده من الله تبارك وتعالى اذا اردنا ان نضمن انفسنا طبعا هذا يحتاج الى تدريب تحتاج الى ممارسه عمليه يعني لازم شيئا فشيئا ابرمج وقتي ساعاتي لحظاتي كيف اكون قريبا من الامام صلوات الله وسلامه عليه ايضا هنالك بعض الاسئله وارد ان احنا ما جاوبنا عليها ونحاول نجاوب عليها السؤال لماذا ارتبط ذكر الإمام الحجة بالسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام هذا الارتباط العميق ما الحكمة من ذلك من دون باقي الأئمة سلام الله عليهم السيدة فاطمة الزهراء يقول الإمام الحسن العسكري يقول كلنا حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة الله علينا فإذا السيدة فاطمة الزهراء لا شك شوفوا العلاقة رسول الله صلى الله عليه وآله عند علاقة بالسيدة فاطمة عليه السلام إذا دخلت عليه فاطمة قام رسول الله إجلالا وإكراما لها أولا وأجلسها في محله ثالثا وقبل جبينها ويديها هذه الروايات تحكي على ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يعطي للسيده فاطمه لام ابيها مكانه منزله عظيمه جدا يمكن الروايات اللي نقراها في السيده فاطمه الزهراء رسول الله يحكي عنها ما نجدها في بقيه الامه هكذا الامام امير المؤمنين حتى الامام الحسن حتى الامام الحسين كل الأمة اذا تلاحظون لهم علاقه خاصه بالسيده فاطمه الزهراء واما الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا شك عند علاقة خاصة بالسيدة فاطمة عليه السلام. عندنا اتصال الأخ أبو كرار. الأخ أبو كرار من بابل. تفضل أخ أبو كرار. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم علي والعافية عليكم. عليكم على الجميع إن يعني شاء الله. إيه؟ تفضل. سألت السؤال يعني أنا أداوم بالرطبة. نعم. فا عند صيامي فانا هناك دوامي اثناء دوامي فاطلع اوزع ارزاق المقاتلين نعم والمسافه اللي يقطعها يعني اكثر من حد الترخص يعني هذا عملك اليومي انت ابو كرار عملك صحيح. اليومي صحيح. صحيح اذا عملك اليومي فانت صيامك ما في اشكال وصلاتك تامه ايضا نعم وهذا المكان كان لي خمسة اشهر يعني ما يخالف، ما يخالف، بما أنه أنت عملك هذا دائماً تروح توزّع أرزاق وتذهب مسافات بعيدة تروح وترجع فصلاتك تامة وصومك مقبول إن شاء الله ما عندك سؤال آخر؟ شكراً, شكرا جزيلاً حياك الله, الله عزيزي الله. سؤال آخر، الله يبارك فيك عزيزي سؤال آخر يقول شيخنا الفاضل ألا ترى أن هناك قصور لطيف، قصور وتقصير يعني بالنتيجة قصور يعني ما ملتفتين يمكن وتقصير أيضاً وانا مع هذه المفردتين، يعني مع القصور ومع التقصير من الخطباء والعلماء في التحدث عن القضيه المهدويه حيث لم نرى في مولده الشريف والمحافل الا حديث عن مولده وغيبته الصغرى ولا احد تكلم عن نهضته الشريفه او ما قبل ظهوره مع العلم، نحن الان في امس الحاجه للتوعيه والثقافه والادراك باهميه القضيه المهدويه. ولا يكون الامام المهدي مجرد امام الزمان وهو من يخلصنا من الظلم والجور بل يجب ان يكون هنالك استعداد من جميع النواحي وهذا يحتاج الى تدريب وتجنيد عقليا وفكريا وثقافيا لكي لا تتكرر الخذلان والخيبه التي كانت مع امير المؤمنين مع الخوارج وهم كانوا على كل حال سؤال جميل وطبعا هذا يشجعني ان الأسئلة تدل على أن هنالك مخزونا من الوعي والثقافة للكثيرين الذين يبحثون فعلا أقول هنالك وأنا من الخطباء ومن أصغرهم وخادم لكل خدمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه نعم فعلا أكو تقصير من عدنا جميعا تقصيركم من الخطباء أكو تقصير وأكو قصور أيضا من الخطباء في هذا الشيء من العلماء المفروض اليوم نحن في أيام الغيبة يصير هذه المواضيع مركزة في هذا الموضوع والكل يتحمل هذه المسؤولية الأخ أبو زينب بن بغداد تفضل ها الأخت زينب عليكم. بن بغداد تفضل يا أختي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شلونكم شيخنا أهلاً ومرحباً أنا طالبة زينب نعم أحبنا. بلي طالبة زينب نهدي أهلاً وسهلاً حياكم الله تفضلوا بس عندنا سؤال إذا ممكن أي تفضلي سؤال اول هل صاحب الزمان عبد الله تعالى فرجه له زوج واولاد؟ نعم بلي بعد سؤال السؤال الثاني هل يمكن ان يصل الفرد الى مستوى رفيع ليكون صار امام اصحابه؟ نعم شكرا شكرا يعطيك العافيه اخو زينب السؤال الاول نعم الامام لماذا لا تكون له زوجه واولاد ولكن الامام بس انتظروني على الكنترول، الامام الحجه نعم عنده زوجه وعنده اولاد ولكن ايضا هم مخفيين لا وهم في عالم الغيبه يعني هم لا الناس لا يعرفونهم، هم ضمن غيبه الامام مو هم هم في الغيبه ولكن هم ضمن غيبه الامام فلا يعرفهم احد، نعم موجودين وممكن ان نكون من انصار الامام، اصحاب 313 ذولا محتومين، ممكن ان نكون من انصار الامام بتهذيب القلب وتزكيه القلب وان نبتعد عن المحرمات ونؤتي بالواجبات. نعم سؤال اخر منه من وين؟ لا. الاخت الاخت ام آيات من بغداد تفضلي يا ايات. ها عليك. الشيخ على مود طايمه يوم ما نعم. ومريضه فطري. اي نعم. أرضي. بلي نعم اذا فطرتي فبعدين تقضين تدفعين كفاره لط... عليكم, عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا شيخنا اليوم. بلي وما أو... بكره فطرت يعني عندي سكر وعندي ضغط ما عندي مشكله شوف اختي الصوم لو كان مضرا فحرام الصوم مو مو, آه. مو انه يسقط حرام اذا الانسان شعر بلي تفضلي اذا عندك تطين الكفاره هذه فبها واحد يعطيها ثلاث اربع كيلو من الشعير او الحنطه والزبيب اذا قدرتي وبعدين تقضين اذا كان عندك قدره لازم تطين اذا ما عندك قدره, قدرة يسقط عنك ولكن بصوره عامه اي يسقط عنك فاذا كان عموما الإنسان لو شعر أن الصوم يضره فيجب عليه الإفطار واحد لازم ما يكابر شوفوا الشريعة جسم المهم الإنسان لا يكابر في ذلك أبدا أي نعم يعطيكم العافية موفقة إن شاء الله لكل خير إحنا في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وقضية الإرهاصات وقضية العلامات هذه موضوع إلى تفصيله وإلى بحثه المفصل لذلك اليوم إحنا في بحثنا في عن قضيه الامام صلوات الله وسلامه عليه وهذه الاسئله وهذا التقصير الكبير اللي موجود من العلماء فعلا اليوم لازم القضيه المهدويه ننشرها العتبات المقدسه هي مسؤوله في ايجاد هذه البرامج يعني كل العتبات انا اعتبرهم مقصرين وفي هذا الموضوع القضيه المهدويه لازم هنالك ندوات، لازم هنالك برامج، لازم هنالك بحوث مو للنخبه فقط، لعموم الناس. اليوم انا اسوي بحث للنخبه شنو فائدته؟ هذا جيد ما يخالف، ما في اشكال، ولكن عموم الناس يحتاجون الى وعي، هذول شبابنا استوعبوهم، هذولا شبابنا تحاولون تخلوهم يعيشون امل ظهور الامام ان هنالك منقذا ان هنالك مخلصا وفعلا هذه الروايات وهذه الايات وهذه الدلال تدل على ان هنالك مخلصا منقذا لهذه الامه حتى الناس يبقون عندهم امل بذلك منو الاخ فريد من محافظه واسط تفضل الاخ فريد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله شيخنا العزيز ما حكم الجقارة برمضان الدخن. الدخان يفطر المشهور من العلماء يقول أن الدخان يفطر بعدين أنتم اللي يشربون جقارة يعني هذا يقوي إرادتكم يقوي إرادتك لما أنت من الفجر إلى المغرب ما تدخن شيء يقوي إرادتك فالمفروض أنه ما تشرب وشرب الدخان والجقارة مثل ما عبر جنابك مفطر للصوم موفق لكل خير على كل حال على كل حال إن شاء الله إحنا نكون متواصل معكم في هذا البرنامج في هذا البرنامج المهدوي اللي يتعلق بالإمام المهدي المنتظر ونسعى في هذا البرنامج قدر المستطاع يعني بالنتيجة مواضيع كثيرة بحوث كثيرة نحاول نتطرق إلى مختلف المواضيع اللي تتعلق بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وهذه العلاقة الكبيرة وهذا الارتباط من الآن من هذه اللحظة الانسان يوجد هذه العلاقه بالامام المهدي حتى يكون قريب من الامام صلوات الله وسلامه عليه، هذا القرب من الامام المهدي خلينا نعيش فعلا اجواء ايمانيه مباركه الى هذه الاجواء هي تتعلق بثقافتنا المهدويه، احنا كما ذكرنا انه في اخر كل برنامج نذكر لكم ذكرا هذا الذكر لازم تكتبوه، لازم كل من جالس الان خلف الشاشه بيده قلم وورقه باكر لا تقولون هذا يصاب بالعين وهذا عنده قرينه وهذا عنده مشكله اذا تلتزمون بهذه الاذكار بارحة شنو اعطيتكم تتذكرون ولا لا بارحة اخر البرنامج اللهم اجعلني في درعك الحصينه التي تجعل فيها من تريد صباحا ثلاث مرات وبالليل ثلاث مرات هذا حمايه هذا تحصين الهي هذا واحد ما تروحون على ال... هاي الزرقاء وما زرقاء وما ادري شلون هذا حكي مال عجايز وما يفيدنا زين اكو حرز عظيم انتبهوا جيدا هذا حرز عظيم ويتضمن مضامين عالية وكلمات مؤثرة مروي عن مولاتنا السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وأيضا في نفس الوقت هذا الحرز مروي عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لذلك أوصي الجميع قراءة هذا الحرز وحفظه يعني هذا اكتبوه والزقوه على باب البيت حتى كل واحد لما يريد يطلع من البيت مو إذا خليته بورقة راح ينذب كتبتوا بالموبايل راح عندكم بس يبقى اكتبوه على الورقة وخلوه على باب البيت كل من يريد يطلع من البيت يقرأ هذا الدعاء اكتبوا معي بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاغثني اعيد مره ثانيه بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاغثني ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله واصلح لي شاني كله هذا حرز الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يوميا طالعين صباحا مساء اقروا ولو مره واحده يحفظكم من كل سوء، اذا نتوجه الى الله تبارك وتعالى، ارفعوا هذه الايادي الى السماء، الله يحب هذه الايادي لما تمتد الى السماء، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، في هذا الموضوع وهذا المشروع المهدوي نلتقيكم دائما على الخير وعلى المحبه وعلى السعاده في امان الله